بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خير خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ومثل ما ذكرت الأخت فاطمة في البداية، العرض هذا طبعا هو الذي قدم في سلطنة عمان الشقيقة، وإن شاء الله ما يكون في نوع من الملل من التكرار، ولكن نحاول أن نسهب نوعا ما في العرض إن شاء الله. وبالأمانة لكل ما عرض في الصباح، دائما أجلس في الكرسي أنا في مكاني وأتخيل المقارنة بين الشطرين، سواء في الإمارات أو في مملكة البحرين، كرؤية كتخصص IT وكأب ولي أمر، وأيضا ونعاني من هذا الشيء الكثير. وأتوقع أن الربع ساعة هذه لن تغني ولن تطرح كل ما في أنفسنا تجاه هذا الموضوع، ولكن اسمحوا لي أن أتكلم بكل شفافية وبكل صدر وارفع الكلفة بيني وبينكم كمسؤولين او كIT او الى اخر يعني. لكن بالبدء لابد ان ندرك عندما نخوض فيما يسمى بالتعليم الالكتروني، لابد مثل ما ذكر اليوم في سابقين، لابد ان نحافظ على الثقافة الاسلامية لدى ابني وابنك من هذه التجربة. الانترنت بوابة مفتوحة، وتجربة الاخوة في البحرين جميلة جدا في الانترنت، ولكن لو أتينا في مركز البحرين 207 مدرسة على سبيل المثال، في أمانة العاصمة في اليمن المدرسة الحكومية 300 والخاصة 300 تقريبا، 600 مدرسة في صنعاء فقط، وعلى مستوى الجمهورية 16,000 مدرسة. تحدي كبير وصعوبة كبيرة وإمكانية مهولة مطلوبة، حتى أنتم تعانون منها كإمكانيات، ولكن هذا لا يعني أن نكون مدركين أهمية الموضوع وخطورته. ما هي الفائدة أن أنفق مليارات الدولارات والمخرج هو المخرج، ابني الآن في مدرسة تقليدية وابنك في مدرسة إلكترونية، هل بالأخير بعد مرحلة من المراحل أستطيع أن أقيم الطالبين أم لا؟ فإذا كانت النتيجة نوعا ما، ما بقول صفر، ولكن بالعكس كان المخرج هش، إذن لابد أن أتوخى الحذر ويكون فيها دائما أثناء التطبيق معايير متابعة وتقييم والتأكد من هذه الخطوات. كانت مهولة حتى بأي مكان في العالم في هذا الموضوع مطلوبة، سواء عاد إحنا ما خلينا اللابتوب في آيباد وآيفون وتش عارف إيش وكذا 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 وكذا، أشياء تكون الإلكترونيات حاجة كبيرة جدا. على كل، والمبادرة اللي ذكرت في اليمن هي كثيرة رغم التحديات الكبيرة والصعبة، وأنا إلى حد الآن ما نش مقتنع حتى بالمخرج الذي حصلنا عليه، نطمح في شيء الكثير. مبادرة كثيرة وتحديات أكبر، وإن كانت مهولة مطلوبة كانت يعني عائق كبير أمامنا. أعتبر أن التعليم الإلكتروني نوعا ما أو فتحت البوابة بمفهومه الأول في اليمن، يمكن في 2004 أيام الله يذكره بالخير الدكتور عبد السلام الجوفي، وما زالت الخطى حثيثة نحو توسيع التطبيق في إطار ما هو متاح. كثير مثل ما تشوفوا أمامكم، كثير من المبادرات، كثير من الأفكار، كثير من الـ من الـ من الـ البرامج التي تطبقت، ولكن اليوم أثلج صدري الدكتور علي القرني أنه نتعاقد مع شركات عالمية عملاقة ولكن تجبرك على ما لديها. أحد المبادرات التي طبقت في اليمن اللي هي مشروع انطلاق، السعودية عضو فيه أيضا، مشروع انطلاق أيضا لمصر، أجل جماعة بيأخذ الكونتنت في هذه الدول وتحصل حاصل، هذا بنطبقه في اليمن. شفنا المحتوى اليمني شتان ما بين الشرق والغرب، ما بين البلدين. طب أنا أشتي أبني الإنسان، أستطيع أن أضيف إليه بكوادر محلية بحيث أنه أستفيد من التجربة، أما أنا أخذ جهاز أو برنامج حاصل وأطبقه على ثقافتي وعلى خصوصيتي، أتوقع هذا ليس بالصحيح. فهذه كل البرامج العشرة أو بعض المبادرات هذه الموجودة، اخترنا منها مشروع اسمه مشروع انطلق، اللي هو تقريبا أول مبادرة أو أول فعالية يشرك فيها القطاع الخاص. لكن في وضع بلد بسعة وكبر الجمهورية اليمنية بتقريبا 5 مليون و600 طالب وطالبة،
عندما نذكر الطلعة يعني الكل منكم يعني ولو بلمحة سريعة يقارن الفجوة في العدد الكمي للمدارس والطلاب ما بين اليمن والبلد اللي انتم فيه، فالحمد الله انكم في الوضع اللي انتم فيه يعني صدقاني. اتوقع ان لما تكون مدارس يعني في 207 في 207 طبعا في البحرين و650 يمكن في عمان على ما اذكر و421 في الامارات، قارنوها ب 16,000 مدرسه. ما هي الامكانيات المطلوبه للتغطيه؟ ولكن ومع ذلك انا ابدا ب 10 مدارس في اليمن، ايش المانع؟ ايش المانع؟ ولكن احطها تحت المجهر من حيث المحتوى، من حيث الامكانيات، من حيث البنيه التحتيه، من حيث اشياء كثيره عندها. وفوق هذا وذاك اليمن اذا ما حد يعرفها 75 منها ارياف. وان شاء الله خلال اذا احد شاف الصور هذه ما يملش في عمان 75 منطقه مناطق ريفيه. ايش معناتها مناطق ريفيه؟ معناته انه ينقصها الطريق، مش الا البشر والكهرباء والاتصالات الى اخره الى اخره. فاحنا نتكلم الان على 25% وعادوا في تحديات جمه يعني. مشروع انطلق هو اسمه انطلق، مش انه انطلق يعني، لكن في اختصارات اسمه هي innovation teaching assisted learning learning for educational equality، يعني الابداع في التعليم وتحسين الجوده باستخدام التقنيه. يعني الهدف مش الهدف اقتناء التقنيه ولكن تحسين جوده التعليم. لابد ان ندرك تماما ان المساله من استخدام الايباد ولا الايفون ولا يعني ما هو الجدوى، كيف نحسن المخرج حق للطالب يعني. يعني يمكن الكل مدرك هذا الشيء، يمكن ابني انا اقول عن نفسي ماشيش اعمم، احس انه التعلم اللي تلقيته انا في صغري يعني احسن بكثير مما يتلقاه ابني. استعمل الايفون والايباد والانترنت وش عارف ايش كذا كذا كذا، خاويه النفس خاويه. ليش؟ لانه أصلا اصبحت الدعاه يمكن هو المعلم وكذا، يعني اصبحت الكليه للاسف اثرها سلبي. ابني ما يعرف يكتب مثلا مثل ما كنت انا اكتب في سنه. ليش؟ لانه تعلم على الكيبورد، تعلم على الماوس، يعني اسهل ما يمسك الماوس. هذه ايضا من السلبيات اللي نراعيها. كان مشروع انطلق وخلاصته تحويل المنهج الورقي التقليدي الى منهج الكتروني تفاعلي للصف العاشر في ماده العلوم والرياضيات، فيزياء وكيمياء واحياء ورياضيات. وهذا الموقع طبعا اللي يحب يدخل ايضا موجود. طبق طبعا فقط في 21 مدرسه في 4 محافظات. كم نسبه 21 من 16,000 مدرسه؟ يعني اتوقع نسبه لا تذكر. هذا الواجهة الرئيسي حق البرنامج لما تدخل، طبعا هو شركة عالمية بالتعاون مع شركة انتل وكوروكي ومش عارف ايش وكذا وكذا وكذا. واتوقع انا لما اجى في اليمن يمكن اخر مبادرة تعملها الشركة هذه اللهم بتدخل اليمن الحلبة فقط. وهذا كان نقطة الخلاف اللي من البداية استدعت ان اتنحى البرنامج، لانه كان الهدف ياخذ المحتوى الالكتروني في البداية الورقي الى الكتروني، واكتشف بالاخير كمان ايضا ياخذ جزئيه من كل فصل ولا من كل كتاب، يعني الدرس اللي يغطى او الفصل اللي يغطى في شهر يعرضه في دقيقتين. طب انا اشتي واهل، اشتي اضيف، اشتي اعمل، اشتي كذا، اشتي احسن اشياء مش للصف العاشر، اشياء اطور المراحل الاخرى. فالبرنامج كان جميل وهادف، ولكن للاسف الشديد قيدنا في تطويره. طبعا مثل ما ذكرت هم مادة العلوم والرياضيات الاحياء والرياضيات، ولا في بالانترنت هنا في اللابتوب هذا ولا ما فيش؟ اذا في نشوف. فهذا خلاصه بعض الشرائح لبعض الصور يعني المواد اللي ذكرتها هذه. نتائج التطبيق يعني هذه احد المزايا والسمات الجميله التي اضيفت. بلا شك الكل يدرك اهميه الولوج في هذا المجال. فأتوقع أنه وجدنا مكاسب كبيرة، أصبحت الطلاب يمتلكون تقنية القرن 21، هذه ميزة وإن كان العدد قليل ولكن لا يمنع. أصبح الطالب هو محور العملية التعليمية، وهذا أيضا أحد الأهداف المنشودة في التعليم التقليدي، المعلم هو الكل في الكل يعني. استخدم المعلم طرق جديدة
المناقشة والمحادثة والمشاريع إلى آخره والأشياء كثيرة في استخدام من حد نتائج البرنامج هذا. ثم بعد ذلك كان في منتدى من شركة كوركي يتبادل المعلمون الخبرات فيما بينهم، ويمكن المدرس يعمل أفلود لدرس معين كذا إلى آخره. أصبح اختلف الجو العام للصف، اختلف تماما. بدل ما كان ممل يعني كئيب الفصل، أصبح في نوع من التشويق والحب والتحرر للتعليم بدل ما يعني مقارنة بالتعليم التقليدي. كسر الجمود الذي كان معشعش على الطلاب، بحيث أنه أصبح الطالب منفتحة على آفاق جديدة. وأصبح من طرق التدريس اللي العمل التعاوني أو المشاريع التعاونية، يتعاملون كفريق واحد. ثم فتح آفاق رحبة، وخرج الطالب من الغرفة الصفية وأبحره في عالم العلم والمعرفة. هذا كله أتوقع نتشارك فيها كلنا. بدل ما كان الكتاب تقليدي ممل، أصبح ممتع، مشجع، تفاعلي، مرغوب للجميع. وللأمانة لما جربنا في مدارس تقليدية بإنترنت، يعني ما كان الفرق والتفاعل والانبهار والولوج في هذه، حتى أصبح الطالب بدل ما هو في المدرسة يدخل في الإنترنت، أيضا أصبح هواية يطبقها في البيت. هذا نموذج فقط أونلاين. أنا طبعا هذا أونلاين البرنامج، يشرح لكم بعض الدروس في مادة الأحياء. كتبكم فقط مقطع من مادة الحياة، كيف أصبح التفاعل يشرح القلب، الوطيل الأيمن والوطيل الأيسر إلى آخره. الصعوبات والتحديات ذكرناها والكل يتكلم عنها، سواء في البحرين أو في السعودية أو في اليمن، أتوقع الكل يتشارك فيها. ولكن أيضا ومع ذلك اليمن لها أيضا خصوصية أخرى. هذا صف نموذجي في اليمن، الصف تقريبا الرابع أو الخامس. اليمن تستقبل كل عام الانتيك ريت تقريبا 850 ألف طالب وطالبة في الصف الأول ابتدائي كل سنة. اليمن مثل ما ذكرت، الكل يعني ما يدركش اليمن فقط مثل ما يشوف الصور في العاصمة صنعاء أو في تعز أو في إب. ففي هذه الجولة السريعة أراويكم فقط حاجة بسيطة عن طبيعة المدارس الفعلية الموجودة في اليمن. لاحظ هذا المدرسة هذه في أسفل الوادي، في أسفل الوادي على شكل مستطيل، وقمة الجبل في بيوت. الطالب ينزل يمكن ساعتين والطالبة، ويشتي ساعتين يطلع. طبيعة جغرافية صعبة طبعا، تصعب أشياء كثيرة، توفير البنية التحتية مش إلا فقط الإنترنت كذا، حتى الكهرباء أو الطريق أو إلى آخره. يعني تضاريس شاهقة، وأولويات الوزارة أكثر. الوزارة ترى أنه توفير المعلم أو الكتاب أو المدرس أولى من توفير جهاز كمبيوتر، أصبحت لأنها تبني كل سنة 1200 مدرسة تقريبا، ومدارس حكومية يعني ليست إيجار وليست كذا، بحاجة إلى بلا شك إلى صيانة وترميم باستمرار. تشتت في اليمن كبير، تشتت سكاني كبير يبلغ 150 ألف تشتت سكاني. عندنا 25 مليون في مصر، 86 مليون، والتشتت السكاني 35 ألف. فهذا طبعا يشكل أي صعوبة في توفير الخدمات. لاحظوا هذه طرق في قمم، يعني بيوت وقرى في قمم الجبال. لاحظوا قمة الجبل هذا في بيت وهذا في بيت، بعدين يشتوا من الحكومة، يشتوا إنترنت، يشتوا كهرباء، ويشتوا إمكانية. لاحظوا هذا جبل والطريق فين؟
والقمة الجبل المدرسة موجودة، احنا في منطقة وسطية لكل البيوت، فالمدرسة في قمة الجبل لأن تعتبر منطقة محورية لكل، أقرب طريق يحطوه في فوق. وهذا نموذج لتوجهنا في تطبيق التعليم الإلكتروني، هذا أحد المناطق أو أحد المحافظات القريبة أيضا من الوزارة التربية والتعليم. لاحظوا عدد المدارس الكبير في إطار مساحة طولها 5 كيلو متر مربع تنتشر 40 مدرسة. طيب طالما أن المدرسة التحتية موجودة ورغم في صعوبات أخرى نتكلم عنها إن شاء الله، لكن نبدأ بهذا المكان، يعني لا يمنع وجود الصعوبة هذه والكلام اللي ذكرته التفاؤل موجود والإمكانيات البشرية موجودة وكانت البسيطة المتوفرة اللي نستطيع أن نبدأ منها موجودة، ولكن فقط توحيد الجهود وتوافق ما بين الوزارات المعنية وبالذات وزارة إيش؟ الاتصالات. أما أن وزارة الاتصالات ما أنا عارف عندكم تريد أن تستثمر في التربية، فأتوقع أن هذا مش صحيح. يفترض أن الوزارات المعنية لابد أن تتحد مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق هدف معين، أما أنها تستثمر فيك اتوقع ليش مستعب. عشان هذا احد التوصيات اللي ان شاء الله نخرج فيها، لابد من قرارات على مستوى الدول الاعضاء من تسهيل الامكانيات المطلوبه وبالذات ما يخص الانترنت. طموحنا المستقبلي، وهذا عشان ما تملوش اخر شريحه، في مثل صيني يقول اعطيني علمني كيف، لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد، مش عشان تعطيني سمكه واروح بعد اليوم الثاني وقد انا جوعان، اشتي اتعلم علمنا كيف اصيد. فنحن باليمن طموحنا ان نبني الانسان، نبني العقول، نبني الكادر الذي يستطيع ان ايش يدير هذه العمليه. فصقل المهارات الوطنيه لتصميم البرمجيات مهمه، توظيف امثل للموارد الماليه المتاحه للبنيه التحتيه، ثم تحويل يعني كل المواد الدراسيه التقليديه الى تفاعليه. طبعا تمكنا الحمد لله من تحويل المنهج الورقي الى منهج الكتروني ونطمح بالكثير. ثم بعد ذلك مثل ما ذكرت ان اليمن تضاريسه صعبه، فليش ما نعمل مبادرات اخرى لتسهيل عمليه الاتصال؟ على سبيل المثال الوايرلس الان على مستوى الجمهوريه، تنقص موضوع الكهرباء، لماذا ما نستغل الطاقه الشمسيه؟ يعني تخيل مدرسه في قمه الجبل، لو وفرت انا ممكن في حدود $1000 ولا $1500 استطيع ان اعمل شبكه مصغره ترتبط في الداتا سنتر مثلا في وزاره التعليم. يعني الافكار موجوده. والف شكر واسمحوا لي على الاطاله واذا قصرت في شيء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واذا عندكم استفسارات تفضلون فيها. معجبين يا إن الله أعلم إيش إلا يا محبطين. نعم محتاجة الإنترنت، يعني أتكلم عنه لك. طبعا الإنترنت هو بالذات موجود في المدن الرئيسية، إذا وجد في المدن الرئيسية، ولكن بيظل تخيل انه الماكسيمم سبيد از 2 ميجا ناو. المدارس الان طلع قرارات ما شاء الله، ما هم يطلعوا قرارات حنان الطنانه مجانيه الانترنت للمدارس. لما نروح تطبق يشتو خط تلفون، اذا المدرسه لازم تدخل خط تلفون اول على حساب من؟ على حساب المدرسه. المدرسه ما عندهاش نفقه تشغيليه لاصلاح الزجاج ولا الباب، يعني مجانة الانترنت. يعني اللي يسمعه يقول الله اعلم ايش بيسمعه، لكن لما نجي ننفذ يعني يعتبر انه للاسف الشديد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرؤى يعني المساله مش بس على وزاره التعليم وحدها، في جهات اخرى لابد ان تتضافر الجهود، لكن لابد ان يكون هناك قرار سياسي يدعم هذا الشيء. ثم بعد ذلك نبدا بالتفاصيل. لما تكون مدرسه توفر لها معمل كمبيوتر واجهزه وكذا وكذا وكذا، بحاجه الى انترنت، بحاجه الى كادر، بحاجه الى محتوى، بحاجه الى متابعه، بحاجه الى اشياء كثيره لابد ان تسمه. ولكن خلاصه الموضوع انه تخيل مدرسه
طلعنا قرار بالاخير انه يكون يعني يحتسب بالاشتراك المنزلي للمدارس لانها حكوميه، كانوا في البدايه يعتبر المدرسه مصدر حكومه يعني جهه حكوميه لابد ان تعامل في شريحه الحكومه، ولكن بالاخير الاشتراك المنزلي. كم الاشتراك المنزلي؟ يعني 250 اسمه مش دوميجا، ربع الربع. فيظل الباندوث والسرعه والعقبه عقبه تواجهنا صدق يعني.